أهالي كفر الشيخ على مختلف أرجائها وأنواعها. أرحب بمعالي وزير التموين والسادة المرافقين والسيد المهندس رئيس شركة المقاولين العرب والسيد المهندس رئيس شركة الصوامع، وأنا اليوم أعبر عن سعادة بالغة أن آتي إلى هذه البقعة من أرض كفر الشيخ لألتقي بأهلها وأتعارف عليهم عن قرب وأنتهز فرصة وجود معالي الوزير لعلها تكون لحظة مباركة لكي نستمع إليكم جميعا ونقف جميعا على ما تحتاجونه وما هو في إمكانياتنا لتلبية هذه الاحتياجات. وأرجو أن يكون لقاؤنا على مستوى من الاحترام المتبادل والفهم المتبادل بحيث أن نستطيع أن نسمع وأن نلبي ما نسمع إن شاء الله. فحضراتكم من يريد أن يعرض مشكلة سواء خاصة بمعالي مستشار معالي وزير التموين أو بالمحافظة فهذه فرصة جيدة لكي نسمع ولكي نحل هذه المشاكل على أرض الواقع. فمرحبا بكم ومرحبا بما تريدونه، وأرجو أن نستمع في شيء من الترتيب والنظام. فليتقدم من يشاء بترتيب ونظام. فضل يا بيه، تعالى تعالى جنبي، تعالى بيه، تعالى قول اللي انت عايزه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هتكلم عن مشكله تخص اهدار المال العام. لا احنا لا مؤاخذه يا جماعه، ظرف صحي بس مستشفى لشباس الملح الناس تتعالج فيه. نخلص دي الاول. اولا موضوع اختلاط الميه بالصرف هذا امر غير واقعي. اما انشاء مستشفى فانا اعدك تماما ان هناك في الخطه الموضوعه انشاء ومطروحه على هيئه الابنيه التعليميه انشاء مستشفى مركزي بهذه المنطقه. اما موضوع المياه فالمياه خاضعه لاكثر من تحليل يومي سواء من الصحه او سواء من شركه، وانا مستعد الان ان انا اقف معاك ونحلل، واذا لقيت الميه مختلطه فانا ساعطيك نشانا، واذا لم تجدها كذلك عليك ان تعتذر. اتفقنا يا فندم؟ اتفقنا يا فندم. على خير الله، خلي انا هفضل معاك لغايه ما احلل لك الميه. اتفقنا. ايه تاني؟ اتفضل يا بيه. بس نقطه بسيطه، مشكله الميه ان المواسير عندنا دايبه، فمواسير يا سيدي الفاضل يا سيدي الفاضل هذا حديث، هذا حديث 15 يوم عقد اجتماع على مستوى المحافظه جميعها وحضروا اللواء رئيس هيئه المياه والصرف الصحي على مستوى مصر، وتمت وضع جميع الحلول وجميع المشاكل واحتياجات المحافظه من مياه وصرف. واعتقد لو حضرتك جد في هذه الشكاوي ان تحضر الي واحضر لك رئيس شركه المياه واحضر لك المسؤولين، وان كانت هناك سمت، واظن بعضكم يعلم انني احل هذه المشاكل في التو والحال، لا تبقى لصباح باكر، انما هي في التو والحال. وارجوك انك لا تنتظر ان انا احضر اليك، فتعالى وانا هحل لك مشاكلك وانت قاعد اليوم مساء، مش باكر صباحا، اليوم مساء.